فرنسا ترد على أخنوش بعد مطالبتها بمغادرة المنطقة الرمادية في ملف الصحراء. أكد باتريس داولي المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسي إن المملكة المغربية تعرف جيداً موقف فرنسا من مغربي الصحراء، مشيرة إلى أن موقف بريس بتيزا الملف، وذلك في رده على رأي الحكومة عزيز أخنوش الذي طالب صراح الجانب الفرنسي بالخروج من المنطقة الرمادية في موقفها من مغربي الصحراء. وفي حوار مع شباك فرانس أمس السبت، قال داولي إن وزير الخارجية الفرنسية في آخر زيارة لها للمغرب أوضحت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بواريطة أن فرنسا لديها موقف حاسم وثابت من المبادرة المغربية للحكم لذاتي كونها شكل قاعد جدية ذات مصداقية في اتجاه إيجاد حل متفق عليه. واعتبر المتحدث أن باريس، وعلى أساس موقفها الذي عبرت عنه أكثر من مرة، تؤيد عود المفاوضات بين الأطراف المعنية حتى تصل إلى حل عادل واقعي، رافضاً أن يكشف موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يذكر أن كاترين كولونا وزير الخارجية الفرنسي سبق وأن حلت بالرباط شهر جنبر الفائت وتحدثت عن مسار العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يرتبط بأزمة تأشيرة وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب في الشهر الأول من السنة الجارية فاصلة، حسب ما أكدته المسؤول الفرنسي. ومن المنتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة للمملكة، ومن ثم طرح قضية الصحراء والموقف الفرنسي منها، خصوصاً أن الخطاب الملكي سبق أن تحدث عن أن مغربي الصحراء هي المعيار المحدد للعلاقات بين المغرب والعلم، ونتظر الرباط من برئيس حسم الصريحة بالاعتراف السيادة على الأقاليم الجنوبية.